حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه قال خاصم الزبير رجلا من الانصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسقي ثم ارسل فقال الانصاري انه ابن عمتك فقال عليه السلام اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم امسك فقال الزبير فاحسب هذه الايه نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم